أما بالنسبة لحوران فيتساوون من أبطال حوران، وحوران معروفة من يوم الإسلام إلى يومنا هذا. أهل حوران مشهورون ويلتقون مع أخواننا في الدير، ليلتقوا في وسط البلاد من أهل حمص وحماة، وما حصل من شرف في دمشق وريفها وحلب وريفها وإدلب والساحل، كلنا إن شاء الله سكنون سنكون الجيش السفياني الذي سيفرون منه بإذن الله عز وجل. سنكون الجيش السفياني الذي سيفرون منه بإذن الله عز وجل.